اسمي محمود ياسر جدام، من عمري 14 سنة، من قرية حبل. عندي عاقة حركية اكتشفت من قبل الإغاثة الطبية وأنا في سن 6 أشهر، وعملوا لي فحوصات فاكتشفوا، حولوني إلى مراكز ساعدت وساهمت بشكل كبير على هذا الموضوع، وعملوا لي وساعدوني في مساعدة في الحركة، والحمد لله أنا الآن أمشي وألعب وكل شيء. عمري إلى مركز التأهيل للإغاثة الطبية مع إدارة المدرسة، تنزيل الصف من الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي. آخر عمل قامت به الإغاثة الطبية بعمل جهاز في البوت، ساعد على اختفاء آلام الظهر واستقامة العمود الفقري وإخفاء آلام القدمين أيضا، وساعدتني في عمل نشاطات ومسابقات، وكنت ما ألعب مع أصدقائي، صرت هسة ألعب مع أصدقائي وأفرح، وساعدني هذا كثير، وأنا حبيت هذا العمل من الإغاثة الطبية. وشكرا.